الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، نشرة الأخبار مع حسين الفياض. وفي أبرز العناوين: الرئيس الأسد يستقبل وفدا من القيادات القطرية العربية المشاركة في المؤتمر القومي 14 لحزب البعث العربي الاشتراكي. انتهاء المرحلة الثانية من تسوية القابون وسلاح الهندسة يدخل المنطقة لتمشيطها من الألغام والمتفجرات. 69 عاما على النكبة، الفلسطينيون متمسكون بالعودة والسوريون يعرفون بوصلتهم. الثامنة مساء في دمشق، حياكم الله إلى النشرة الرئيسية. استقبل الرئيس بشار الأسد وفدا من القيادات القطرية العربية المشاركة في المؤتمر القومي 14 لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي اختتم أعماله أمس. اللقاء تناول النتائج التي تمخضت عن المؤتمر وخصوصا تشكيل مجلس قومي يتكون من جميع مندوبي التنظيمات في الأقطار العربية. الرئيس الأسد أكد خلال اللقاء أن تشكيل مجلس قومي يعكس ديناميكية فكر البعث الذي كان ولا يزال قادرا على التكيف حسب الظروف المحيطة به دون التخلي عن مبادئه، معتبرا أن هذا التحول الجذري بالصيغة التنظيمية عبر هذا المجلس يعكس قدرة البعث على تلبية متغيرات العصر، وبنفس الوقت يكرس أهمية الفكر القومي ودور البعث في صد الهجمة التي استهدفت ضرب الشعور القومي العربي في محاولة لتقسيم الشعوب العربية حسب الانتماءات الطائفية والعرقية. أكد مصدر عسكري أن وحدات من القوات المسلحة عادت الأمن والأمان إلى منطقة القابون ومحيطها شمال شرق دمشق، مضيفا أن وحدة الهندسة تقوم بإزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعتها المجموعات الإرهابية. وكان محافظ دمشق بشر الصبان أكد انتهاء المرحلة الثانية من تسوية القابون وأن المنطقة أصبحت خالية من الإرهابيين. وأشار مفوض الإخبارية بأن عدد المسلحين الذين خرجوا من القابون مع انتهاء المرحلة الثانية من التسوية بلغ 554 مسلحا، فيما تمت تسوية أوضاع 600 آخرين وخروج حوالي 800 مسلح إلى جوبر. مفادة الإخبارية السورية ليمونة صالح والتفاصيل. اليوم كانت هي الدفعة الثانية لخروج المسلحين باتجاه الشمال، وأيضا هناك من اتجه إلى الغوطة الشرقية، ومنهم من سجل أسماءهم للعودة إلى حضن الوطن كتسوية. بعد إعلان عودة الحياة ويعني خلو بلدة القابون من السلاح والمسلحين، نلاحظ أيضا عودة الأهالي إلى بيوتهم وحاراتهم. نقول خلصت المرحلة الثانية وطهرت أعلنت خالية منطقة القابون من رجس الإرهابيين. يوم أمس طلع ما يقارب تسويات عنا، كان ما يقارب 2289 منهم 1058 مسلح وباقي عوائلهم المدنية، واليوم كذلك ظهر طلع من القابون ما يقارب 1400 يمكن و65 منهم ما يقارب ال 400 565 او 546 مسلح، وبذلك اعلنت منطقه القابون طاهره. طبعا الشيء اللي توصلنا له لولا بطولات الجيش والقوات الرديفه ما وصلنا لهذه النتيجه. نعلن طبعا بفضل دماء شهدائنا و تضحيات الجيش العربي السوري، تضحيات قوات الرديفة اللي ذكرتها، نعلن هذه المنطقة خالية من رجس الإرهاب وخالية من كافة العصابات الإرهابية التكفيرية الوهابية المدعومة من الخارج من دول البترودولار والمدعومة أيضا من بعض الدول الإقليمية والقوى الغربية. هناك مدنيين من رفضوا أن يخرجوا من بلدة القابون، وها نحن نلتقيهم. مرحبا، أهلا وسهلا، السلام ومبروك. الله يسلمك يا رب. من أهالي القابون؟
من اهالي الابون. احكي لي كيف كانت عيشتكم قبل؟ والله عشنا بخوف وبرعب، يعني عانينا وطقينا من هالشيء اللي صار معنا. الله يفرجها يا رب، الله يفرجها على الجميع، ترجع كل سوريا بامن وامان يا رب. الحمد لله ارتاح قلبنا ونفسيتنا، الحمد لله بوجودكم. فيما يخص المرحلة الثانية هي كانت أيضا الأخيرة، الآن نريد ونستطيع أن نقول أن القابون أصبحت يعني خالية من السلاح والمسلحين. أفاد مراسل الإخبارية في حمص بخروج نحو 450 شخصا بينهم 100 مسلح ضمن الضبعة العاشرة من حي الوعر باتجاه إدلب. أسامة ديوب والتفاصيل. تستمر عملية خروج المسلحين الرافضين لعملية المصالحة من حي الوعر، واليوم استكملت بخروج الدفعة العاشرة باتجاه مدينة إدلب تنفيذا لبنود الاتفاق والذي سار بنجاح وشارف على الانتهاء وفق الخطة الموضوعة. يوم الجمعة أو السبت في 19 و20 أيار ستخرج الدفعة الأخيرة من المسلحين الرافضين للاتفاق وسيخرج معهم عائلاتهم. الدفعة اليوم هي ما قبل الأخيرة متوجهة إلى إدلب. من المتوقع خروج حوالي 400 من المسلحين مع عائلاتهم بإجمالي عدد قد يتجاوز 1600. بكل الأحوال أيضا معبر دوار المهندسين في مكان آخر من هنا يدخل يوميا بحدود 700 شخص من أهالي حي الوعر المهجرين منذ عدة سنوات يدخلون إلى حي الوعر. من المفترض أن بدء عملية عودة المهجرين إلى حي الوعر ستبدأ مباشرة بعد خروج الدفعة الأخيرة. عودة حي الوعر لدورة حياته هو مساعد أساسي بعودة الحياة لحمص كلها، لإعادة التواصل الاجتماعي بين الناس، لأنه هو حي متنوع بطبيعته، هو ممثل حمص. إجراءاتنا ما زالت قائمة، تدريباتنا لعناصرنا، لعناصر قوى الأمن الداخلي ما زالت على قدم وساق. نقوم بتهيئة العناصر لدخول حي الوعر بعد عدة أيام. سنقوم بحماية المؤسسات العامة ومصالح الدولة، سيتم تأمين المدارس، سنقوم بتأمين المواطنين الذين ما زالوا في الحي والذي يتجاوز عددهم حوالي 40,000 مواطن. مع اتساع رقعة المصالحات في سوريا تترقب حمص خروج آخر مسلح من حي الوعر لتطوى صفحة عانى فيها أبناء المدينة من إرهاب لم ينل من عزيمتهم وإصرارهم على الحياة بسلام. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حي الوعر. ارتكب طيران ما يسمى التحالف الدولي مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 22 مدنيا جلهم من الأطفال والنساء من أهل قرية العقيرشي بريف الرقة الشرقي. حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي يشنها التحالف الأمريكي على سيادة الجمهورية العربية السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، وهذه المرة في ريف الرقة، حيث ارتكب طيران التحالف مجزرة في قرية العكيرشي راح ضحيتها في حصيلة أولية 22 مدنيا جلهم من النساء والأطفال. ما حدث في العكيرشي يماثل ما جرى في قرية هنيدة في 8 نيسان الماضي. غارة لطيران التحالف المزعوم أسفرت عن استشهاد 15 مدنيا على الأقل بينهم 3 أطفال، وقبلها في مدرسة البادية الداخلية قرب مدينة المنصورة غرب الرقة. أكثر من 2.5 سنين على بدء عمليات ما يسمى التحالف الدولي في سوريا والعراق ضد الإرهاب، وما تحقق حتى اليوم سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وسط صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين لم يتحركا يوما للمطالبة بوقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها أو مساءلة مرتكبيها. مجازر، تخريب وتدمير، ممارسات تتنافى تماما مع ما تزعمه دوله الأعضاء من رغبة في مكافحة الإرهاب وحرص زائف على الشعب السوري وأمنه. وصفت وزارة الدفاع الروسية الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا بأنه مستقر رغم تسجيل 9 انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية خلال الساعات 24 الماضية.
الوزارة أوضحت أن الجانب الروسي في اللجنة رصد حالات لإطلاق النار في محافظات دمشق ودرعا وحماة، مشيرا إلى أن معظم حوادث إطلاق النار عشوائية من الأسلحة الخفيفة، وتم رصدها في مناطق يسيطر عليها تنظيمات داعش وجبهة النصرة الإرهابيين. ولفت البيان إلى أن عدد القرى والمدن المنضوية في عملية المصالحة ارتفع إلى 1467 بعد انضمام قريتين بريف السويداء الشمالي الغربي إلى نظام وقف الأعمال القتالية. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن تكون مناطق تخفيف التوتر في سوريا خطوة لتقوية اتفاق وقف الأعمال القتالية، بينما قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في مؤتمر صحفي إن الجولة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف ستكون مختلفة وبحضور كل الوفود. يحيى كوسا. تحولات سياسية وميدانية متسارعة على الساحة السورية بعد المصالحات المحلية الناجحة في أحياء برزة والقابون والوعر في دمشق وحمص، وفي ضوء النتائج الملموسة لاتفاق تخفيف التوتر الذي تسعى روسيا لتوسيعه ليشمل كامل سوريا بما يساهم في وقف نزيف الدم السوري وينعكس بشكل إيجابي على محادثات جنيف التي تتعاطى معها الحكومة السورية بكل جدية وحرص وتشارك في جولتها السادسة التي تنطلق الثلاثاء بوجود جميع الوفود وفي مقدمتها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي في بكين أهمية تقوية اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا. نأمل أن تكون مناطق تخفيف التوتر أفيدة بالدرجة الأولى لنظام وقف الأعمال القتالية، وهذا أهم شيء في المرحلة الراهنة. وإذا تطورت الأوضاع وفق هذا السيناريو فيمكن أن نقول إننا نحقق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أكد اهتمام الحكومة السورية وإيمانها بمحادثات جنيف والتزامها بالقرار 2254 من أجل تحقيق السلام والتوصل إلى حل للأزمة، وأشار إلى ترابط عمليتي أستانا وجنيف. من المنصف أن نقول أن هذا الاجتماع سيكون مختلفا عن الاجتماعات السابقة، فجميع الوفود ستكون حاضرة وليس هناك جدول أعمال، حيث اتفقنا على جدول الأعمال في الجولتين السابقتين، كما اتفقنا أيضا على 4 سلال كلها مهمة وستمضي بشكل متوازن. بدوره أكد رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي أن الحكومة السورية ملتزمة بشكل جدي بكل الاقتراحات وبحث السلال الأربعة. خلال زيارة دمشق تم التأكيد على موضوع السلال الأربعة حول طاولة الحوار، ودمشق تتعامل بشكل جدي مع جميع الاقتراحات، ووفد الحكومة السورية مشارك في المحادثات بشكل كامل، ويريدون أن يعملوا معنا بشأن العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن. ما يحصل على الأرض من تحولات إيجابية لجهة توسيع المصالحات وكسر ظهر الإرهاب وداعميه يعزز عمليتي أستانا وجنيف، ويحشر التنظيمات الإرهابية وداعميها في زاوية ضيقة، ويفشل كل محاولة لتعطيل الحل السياسي. ومن جنيف تنضم إلينا موفدة الإخبارية السورية ربا الحجلي عبر خدمة سكايب. ربا مساء الخير وحمد لله على السلامة. أهلا بك حسين، الله يسلمك. ربا، كيف هي الأجواء لديك؟ ما هي التسريبات قبل أن تبدأ هذه الجولة السادسة من جنيف؟ طبعا التسريبات التي أقولها هي حصرا للإخبارية السورية. قبل كل ذلك تقريبا انتهت التحضيرات اللوجستية إذن لإطلاق الجولة السادسة من محادثات جنيف التي سوف تبدأ يوم غد. كما قال دمستور اليوم في مؤتمره الصحفي، برنامج العمل متفق عليه خلال الجولة السابقة أو ربما الجولتين السابقتين، السلال الأربعة سوف يتم مناقشتهما بشكل مفصل أكثر مع توجه الأمور ليكون هناك تحريف وتسريع إيقاع ديناميكيا أحدى السلال. هذا التسريب خاص بالإخبارية السورية بأنه سيتم التركيز في هذه الجولة على سلة الدستور، بعد أن كانت المرة الماضية مناقشة مختلف السلال تركيز وفد الجمهورية العربية السورية كان على سلة مكافحة الإرهاب. طبعا يعني أيضا يتم التوجه أو سوف يتم التوجه غدا حسين إلى تثبيت بشكل دولي وإطفاء الشرعية الدولية على ما تم الاتفاق عليه في جولة أستانا الماضية،
كون الأجواء التي سادت، النتائج التي خرج بها اجتماع السنة الأخير سوف تنعكس بشكل مباشر وربما بالكثير من الإيجابية على أجواء جنيف هذه المرة. لذلك انطلاقا من هذه النقطة، كثير من المراقبين والمعنيين من الأمم المتحدة يتوقعون خرقا في الجدار الذي كان يعني صلب وقاسي في الجولات السابقة من جنيف. لو ربطنا بعض التصريحات حسين بعضها ببعض، ما قاله ديمستورا بأنه ربما هذه الجولة سوف تحمل شيء مختلف، رمزي عز الدين رمزي قال بأن هناك توجه لقبول الكثير من الأمور وستلاحظون في المرة القادمة. اليوم أيضا في تسريب خاص للإخبارية السورية، البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة تحدثت عن مفاجآت سوف تشهدها هذه الجولة السادسة من جنيف. إذن لو ربطنا كل هذه المواقف ببعضها لنقول بأن الأجواء الإيجابية هي الطاغية على هذه الجولة، إلا إذا حصلت مفاجآت ليس مردها طبعا وفد الجمهورية العربية السورية الذي يتعامل دائما مع كل القضايا المطروحة بروح إيجابية ومنفتحة، إنما عن طريق وفود المعارضة التي حتى اللحظة لم تتفق فيما بينها، وهذا مأخذ أساسا عليها على تشكيل وفد موحد في جنيف. ديمستورا نفسه كان قد تحدث في الجولات السابقة عن أن أحد المشاكل التي تواجه ربما اجتماعات جنيف هي وجود منصات متعددة للمعارضة والخلافات بين المعارضة أنفسها. وفد الرياض الذي وصل اليوم إلى جنيف للمشاركة غدا في هذه الاجتماعات سيشارك بمعزل عن وفد أو منصة موسكو التي رفضت رفضا قاطعا عن رسالة رئيسها أن ينضم وفدها إلى وفد الرياض وأن تعمل تحت قيادة موحدة برئاسة الرياض. منصة أيضا أستنا تحدثت نفس الشيء واتهمت ديمستورا بأنه متحيز لأنه يعمل على تشكيل وفد بالاعتماد على وفد الرياض. إذا بشكل عام هذه الأجواء غدا سوف تبدأ، يعني من المعتاد أن تنطلق هذه الاجتماعات الثنائية في 9:30 و10 تقريبا في مقر الأمم المتحدة، مع الإشارة حسين بأن طبعا هذه الاجتماعات حتى اللحظة لا يوجد شيء يؤشر على أنها ستكون مباشرة، لأنه مصادر من الأمم المتحدة قالت بأن هذا توجه الأمم المتحدة، ولكن لا يبدو أن الأمور تتجه إلى حصول لقاءات مباشرة حتى هذه اللحظة. أيضا من الملفت بأن ديمستورا أعلن بأنه لا وجود لمؤتمرات صحفية في مقر الأمم المتحدة لوفود المشاركة. طيب ربا أنا أكتفي بهذا القدر لاسك بصورة غير واضحة جدا، بالتأكيد سوف نعود إليك في حال ورود أي جديد، نعود بالتأكيد كمان باقي النشرة. التي ينضم إلينا الآن في الاستوديو المحامي الأستاذ رياض صقر الكاتب والمحلل السياسي، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا أخي حسين. خليني أبدأ بجنيف وما كانت تتحدث فيه زميلتنا ربا من هناك عن مفاجآت تقول عنها البعثة الروسية اللي وصلت إلى جنيف، يمكن أن يكون في هذه الجولة شيء مختلف عن الجولات السابقة؟ حقيقة الأمر يجب أن نتساءل أخي حسين بداية، هل الستان اليوم تفوقت على جنيف أم أن جنيف سوف يتفوق على الستان أربعة؟ كلنا نعرف أن الستان أربعة قد حقق نتائج كبيرة جدا من خلال الاتفاق بين الدول الراعية الثلاث على تعيين مناطق منخفضة التوتر. هل جنيف سوف يصل إلى هذه النقطة؟ هل سيطور هذه النقطة؟ كلنا نعرف أن جنيف اتفق، تم الاتفاق من خلاله على مناقشة كثير من المواقف، ولعل أهمها هو مكافحة الإرهاب التي رفضته منصة الرياض وكثير من المعارضين في الخارج وكثير من التنظيمات الإرهابية على جغرافيا سوريا. لكن حقيقة الأمر إصرار الوفد الحكومي على أن تبدأ المناقشة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي كان هناك رأيا أيضا مرجحا أن يتم الاتفاق بالتوازي مع ما يتم طلبه من كافة الجهات التي حضرت هذا الاجتماع. لماذا نتوقع أن يكون هناك خرق في هذا الاجتماع من جنيف؟ هل هو بسبب الأستنة الاتفاق الذي تم قبل؟ نعم هناك خروقات، لكن تقول عنه وزارة الدفاع الروسية بأنه مستمر. حقيقة الأمر يعني اليوم موضوع تحت التجربة، ما تم الاتفاق عليه في الستان أربعة أخي حسين هو موضوع تحت التجربة، وكما تعرف هناك مدة زمنية لتنفيذ يعني المناطق ذات التوتر المنخفض. لكن حقيقة الأمر التساؤل الكبير الذي نطرحه والذي نحن كسوريين بشكل شرعي نطرحه اليوم، هل هذه التنظيمات سوف تلتزم بوقف إطلاق النار؟ هل هذه التنظيمات الإرهابية سوف تغير البندقية باتجاه مكافحة الإرهاب الداعشي وجبهة النصرة؟ زبناءها
صحيح يعني لا. هل سوف تتعاون بالمساعدات الإنسانية ولا تصادرها وتأخذها كما حدث في أحياء حلب الشرقية حيث تم الاكتشاف في مستودعات أن المسلحين قد استولوا عليها وخزنوها لديهم وأخذوا يتصرفون بها لوحدهم؟ هذه كثير من التساؤلات أخي حسين يعني تفرض واقعها اليوم بالنسبة للمناطق التي تم خفض التوتر. بالتالي واجب الضامنين أن يقوموا بالتزاماتهم في هذه الحالة. صحيح تماما يعني لا. ما مدى الالتزام الذي تم التوقيع من خلاله؟ هل هو التزام كامل؟ هل سيصل إلى حق إلى حد الردع والضرب بقوة على الأيدي التي ستخترق الأمن والأمان؟ بالتأكيد تركيا لن تضرب الإرهابيين الذين قاموا تماما يعني كلنا متفقين على هذه النقطة. من تورط بالإرهاب يعني لا يمكن له أن يردع هذا الإرهاب بضربة أو ضربتين، أو يمكن يكفي أن يلتزم بوقف التمويل والتدريب لهذه التنظيمات الإرهابية حتى تقوم بما يمكن أن نسميه بتعطيل نفسها في الداخل. يعني اليوم تحرير القابون، تحرير برزة، خروج هؤلاء المسلحين، من الذي أوصل إلى هذه النقطة؟ هل انتصارات الجيش؟ نعم انتصارات الجيش، لكن انقطاع الدعم أيضا عن هذه التنظيمات المسلحة التي كانت في الداخل حتى وصلنا إلى هذه النتيجة الرائعة جدا التي حققت الأمن والأمان في هذه المنطقة. طيب القابون والوعر، باعتبار لم يتبقى في الوعر إلا وجبة واحدة تخرج إن شاء الله الخميس والجمعة، وأيضا نتحدث عن القابون اليوم بعدها تشرين وبرزة، يمكن أن تكون هذه دعم باتجاه الذهاب إلى حل في جنيف؟ طبعا هي من الأمور المساعدة على ذلك. يعني اليوم يتهمون الحكومة السورية بأنها تقوم بالتغيير الديموغرافي ضمن الجغرافيا السورية، ولكن حقيقة الأمر أننا نحقق نتائج على الأرض من خلال هذه المصالحات الوطنية. كما تعرف أن المصالحات الوطنية هي بند من البنود الأساسية التي تعتمد والاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق كثير من المكاسب الوطنية، ولعلها قد حققت كثير من هذه المكاسب. يعني الريف الدمشقي اليوم كله نظيف ما عدا الغوطة الشرقية، ما زالت المعارك جارية به. لذلك نستطيع أن نقول أن اليوم أن المصالحات الوطنية استطاع أن تحقق ما لم تحققه البندقية اليوم، وبالتالي حققنا مكاسب كبيرة جدا، حققنا الأمن والأمان. يعني اليوم على شاشتكم الكريمة كان هناك نقل مباشر من القابون. متى كانت الشاشات الوطنية تدخل إلى منطقة القابون؟ هذا إنجاز كبير جدا. طيب بهذه الحالة نهيئ الظروف بشكل أكبر للاستمرار بالحرب على التنظيمات الإرهابية داعش والنصرة ومن يقف معهما خصوصا في المنطقة الشرقية الآن. صحيح تماما، يعني لا يمكن اليوم الإغفال عن هذه التنظيمات الإرهابية ودورها القذر في محاولة شرزمة الأمن والأمان داخل المجتمع السوري. أشكرك على وجودك معنا في الاستديو الرئيسي الأستاذ إياس صقر المحامي المحلل السياسي. شكرا لك. شكرا. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد استيطاني جديد إقامة 209 وحدات استيطانية شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكرت وكالة معنا الفلسطينية أن إقامة تلك الوحدات الاستيطانية تأتي ضمن مخطط استيطاني جرت الموافقة عليه في الثمانينات من القرن الماضي، وسيشمل في مجمله إقامة 2099 وحدة استيطانية. وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت في شباط الماضي مخططا لإقامة أكثر من 1160 وحدة استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. الفلسطينيون في الأراضي المحتلة يحيون الذكرى 69 لنكبة فلسطين، مؤكدين أن استمرار جرائم الاحتلال لا يثنيهم عن متابعة نضالهم. مراسلنا في القدس المحتلة جريس عزار والتفاصيل. 69 عاما مضت وما زالت النكبة حاضرة في أذهان الفلسطينيين، متمسكين بأرض آبائهم وأجدادهم، قاطعين عهدا على أنفسهم أن تبقى هذه الذكرى عالقة في أذهانهم حتى تحرير وطنهم المسلوب.
احنا اليوم في اكناف بيت المقدس، المراه والشيخ والطفل يجب ان ياخذ دوره الان في تحديد العدو الاساسي له ليصنع معجزه تليق بشعب الله خلقه للشده ليصنع المعجزات اذا ما فقد الامل. مسيرات وفعاليات شعبيه خرجت وسط مدينه رام الله احياء لهذه الذكرى، وتاكيدا على ان العوده حق مقدس، وان لم يعد الاباء حتما سيعود الأبناء. شعبنا الفلسطيني رغم الويلات، رغم المعاناة، رغم الأهات، رغم كل الآلام التي ألمت به خلال هذه كل المسيرة والحقبة الزمنية، إلا أنه مصمم على المطالبة بحقوقه الوطنية والقانونية والعودة إلى أرض فلسطين. إحنا هذا المفتاح بذكرنا في عودتنا وفي دارنا، إنه هذا بيفتح دار، هذه الدار في يافا، حتى لو مهدومة، حتى لو انهدت، حتى لو ظلت محلها بقعة أرض، إحنا راجعين لها بإذن الله، وإذا ما رجعتش أنا برجع أولادي، وإذا ما رجعوش أولادي بيجوا أولادهم، ولا بديل عن حق العودة. جريمة حملت اسم النكبة الفلسطينية، وفي كل يوم يواصل الاحتلال الصهيوني جرائمه بحق الفلسطينيين، قتل وهدم وتشريد واعتقال، لكنها لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم. مفتاح عودة وبيت بعمر حلمهم هي صورة النكبة بعيون الفلسطينيين، عيون ترى زهرة المدائن وعروس البحر في صورة لأجدادهم، وعودتهم إليها حق لا تنازل عنه. للإخبارية السورية جريس عزار، فلسطين المحتلة. أكد المواطنون في لقاءات مع الإخبارية السورية أن قضية فلسطين هي القضية الأولى، مشددين على الإرهاب هو أداة العدو الإسرائيلي في استهداف الشعوب العربية. رغم مرور 69 عاما على النكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 48 من القرن الماضي من اقتلاع وتهجير وتدمير وطرد، ما زالوا يؤمنون بأن الأرض لهم والعودة ليست أمرا مستحيلا. السوريون أكدوا بدورهم وقوفهم مع الشعب الفلسطيني الذي شهد عملية تحول مأساوي في خط سير حياته بعد سلب أرضه ومقدراته وممتلكاته وثرواته، وما تعرض له من عمليات قتل ممنهج وتهجير على أيدي العصابات الصهيونية، مؤكدين على تشابه نهج الإرهاب والصهيونية. الدول العربية واقفة مع فلسطين بس بالاسم وبالكلام وبالحكي فقط لا غير، فإذا الفلسطيني بيرجعوا على بلدين ويوقفوا إيد واحدة أكيد فلسطين بترجع. هي فعلاً إن إسرائيل مستوطنة استيطان وبتحتل العالم، بتحتل من المشرق للمغرب. لازم يتوحد العرب ونحرر البلاد العربية. نكبة 48 مؤامرة يهودية أوروبية مشان يهجروا العالم مثل ما هجونا هلأ. والحبل على الجرار. أسرانا لا هيكلهم أو أقصانا لا هيكلهم، الأقصى أو الأسرى أو الأطفال 400 طفل منهم 200 دون القاصر بسجون الاحتلال. فهي النكبة هي يجب أن تكون ذكرى أن ترجعنا إلى جادة الصواب وإلى وحدة العرب والمسلمين والمسيحيين لبيت لحم والقدس الشريف. في ذكرى النكبة سيبقى مفتاح بيت كل فلسطيني يحمل بكلتا يديه ليمرره لأولاده كما وصله يوما عبر الآباء حتى موعد العودة. في ذكرى النكبة الفلسطينية تتجدد المشاريع الاستعمارية، فيما تبقى فلسطين هي البوصلة. للإخبارية السورية هلا العلي دمشق. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أردوغان يحول جيشه إلى مرتزقة عند النظام القطري. حياكم الله من جديد. القوات العراقية المشتركة تحرر منطقة كركش جنوب ناحية القيروان غرب مدينة الموصل في محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. زينب مخلوف. يخوض الجيش العراقي أشرس المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي ليحرر ثاني أكبر المدن العراقية. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودات قال
إن قطاعات الشرطة استعادت سيطرتها على 15 كيلومترا مربعا من مساحة المحور الشمالي شمال غرب الموصل، وحررت قرى حسونة ودجلة ومعمل غاز الموصل ومنطقة شقق الهرمات والهرمات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من إرهابي داعش. وأضاف جودة أن الشرطة العراقية حررت 50% من حي الاقتصاديين وحي 17 من تموز في الموصل، محققة تقدما وفق تكتيكات عسكرية تضمن تحرير الأرض والمدنيين وفق السقف الزمني المحدد باتجاه مناطق العريبي والرفاعي والزنجيلي شمال مدينة الموصل القديمة. كما سيطرت القوات العراقية بحسب جودة على أكبر معمل لتصنيع المتفجرات، وفككت عشرات العبوات المصنعة في حي 17 من تموز في الموصل. وكانت القوات العراقية المشتركة حررت قرية القصب غرب مدينة الموصل في محافظة نينوى من إرهابي داعش. إلى ذلك قضت القوات العراقية على 4 إرهابيين تسللوا من مدينة حديثة غرب محافظة الأنبار. ومن جهته صرح قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي أن 4 انتحاريين من داعش تسللوا إلى مدينة حديثة غرب الرمادية، وأن قوة من الجيش والشرطة قامت بمحاصرتهم في أحد الهياكل غربي المدينة وقضت عليهم. أعلن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة اليمنية أمين جمعان صنعاء مدينة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة، وذلك غدا أعلن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وفاة 115 شخصا في اليمن جراء انتشار وباء الكوليرا. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبع عن جمعان قوله في بيان إن هذا الإعلان يأتي جراء انتشار وبائي فجائي يحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء، يطال ويهدد حياة كل اليمنيين في ظل استمرار العدوان وتفاقم تداعيات الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن. وطالب جمعان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل الفوري والعاجل لتلبية الاحتياجات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع انتشار هذا الوباء القاتل وتطويق مسبباته. ونبقى في اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري بمقتل عدد من مرتزقة النظام السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية في جيزان وعسير. التفاصيل في التقرير التالي. الجيش اليمني يستمر في مقاومته ضد قوات العدوان السعودية، حيث قتل عدد من جنود النظام الوهابي خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقتي عسير وجيزان. مصادر إعلامية نقلت عن مصدر عسكري يمني قوله أن عددا من جنود نظام الرياض سقطوا بين قتيل وجريح باستهداف المدفعية لتجمعاتهم في مواقع الخشل والشبكة والدخان في جيزان، كما تم قنص جندي سعودي في موقع الدفينية السعودية. المصدر لفت إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت اثنين من مرتزقة النظام السعودي في منفذ علب ودكت موقعي قمعة الشيخ، إضافة إلى موقع مستحدث قبالة منفذ علب بعدد من القذائف. وحدات الجيش اليمني كانت قد أفشلت محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه وادي شواق ونصبت كمينا لهم موقعة قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما لقي اثنان من مرتزقة العدوان مصرعهما شمال المخا بمحافظة تعز. على الخط نفسه أكد مصدر أمني أن عناصر الجيش دمروا آلية عسكرية تابعة لقوى الغزو شمال المخا بقذيفة مدفعية. قتل 3 ضباط مصريين وأصيب 9 جنود في هجومين منفصلين وقعا في محافظة شمال سيناء المصرية. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني قوله إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة عسكرية وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح. وبين المصدر أنه بالتزامن مع انفجار العبوة شن مجهولون آخرون هجوما مسلحا ضد قوة عسكرية جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة 6 جنود آخرين. أردوغان يحول جيش بلاده إلى مرتزقة لحماية دويلة قطر وأداة في يد أمرائها للتدخل في شؤون البلدان المجاورة. أسامة شحود والتفاصيل. جيش أردوغان في خدمة نظام الدوحة، أكثر من 600 جندي تركي تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية لإرسالهم قريبا كجنود مأجورين إلى مشيخة قطر بهدف حماية النظام الحاكم هناك
والعمل تحت إمرتهم كمقاتلين مأجورين. صحيفة سوزجو التركية كشفت في تقرير لها أن مئات الجنود الأتراك سيتم إرسالهم إلى القاعدة العسكرية التركية التي يتم إنشاؤها في قطر. وأكدت الصحيفة أن جنود الأتراك سيكونون كمرتزقة مأجورين يعملون تحت إمرة قائد القاعدة الذي اشترط أن يكون قطرياً. وتساءلت الصحيفة عن المهمات التي قد توكل لهؤلاء الجنود، محذرة من استخدامهم من قبل أمراء دولة قطر في تدخلات خارجية بشؤون بلدان المنطقة. وسائل الأعلام التركية كشفت في وقت سابق عن أن الجانبين التركي والقطري وصلا إلى المراحل النهائية تقريبا من عملية بناء القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، إلا أن هذا الاتفاق أثار جدلا كبيرا في الداخل التركي، حيث أثار انتقادات كبيرة بين العديد من أحزاب المعارضة في تركيا وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، والذي اعتبر أن الاتفاق تعسفي، متسائلا عن ماهية مصالح أنقرة في إقامة مثل هذه القاعدة في الدوحة وما الهدف الحقيقي من ورائها. أكدت وزارة الداخلية الداغستانية القضاء على إرهابي في ضواحي العاصمة محشقلع. وكالة تاس الروسية نقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله إن مجرما فتح النار من مسدس على ضباط شرطة حاولوا اعتقاله، ما دفع بهم إلى الرد بإطلاق النار ما أسفر عن مقتله، مضيفا أنه بحسب المعلومات الأولية فإن هذا الشخص عضو في مجموعة مسلحة غير شرعية، لافتا إلى أن أي من عناصر الشرطة أو المدنيين لم يصب بأذى. أصيب 4 جنود باكستانيين جراء انفجار عبوة ناسفة قرب بلدة ماستونغ بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول في الشرطة الباكستانية قوله إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق تم تفجيرها عن بعد لدى مرور سيارة دورية تابعة لحرس الحدود في منطقة أسبلنجي بالإقليم، ما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح. أكدت وزارة الدفاع اليابانية اختفاء طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية عن شاشات أجهزة الرادار في الجزء الجنوبي من جزيرة هوكيادو الواقعة شمال أقصى البلاد. وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلت عن الوزارة قولها في بيان إن مسؤولي المراقبة الأرضية فقدوا الاتصال مع طائرة استطلاع من طراز LR-2 عندما كانت تحلق على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في جزيرة هوكيادو وعلى متنها 4 أشخاص. إن شاء الله مو نفس الأسماء. تتوالى ردود الأفعال على قيام كوريا الديمقراطية بإطلاق صاروخ باليستي في منطقة بحر اليابان. فبين تشكيك سيول واعتراف طوكيو بالتقدم التقني لبيونغ يانغ، الولايات المتحدة تحرك رونالد ريغان. تقرير يامن ديب. قيام كوريا الديمقراطية بإجراء تجربة لإطلاق صاروخ باليستي مؤخرا فتح الباب على مصراعيه لردود أفعال دول استفزتها التجربة، فكان منها المشكك ومنها المعترف بحجم قدرات بيونغ يانغ. وفي تعليق له على التجربة الصاروخية صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن هناك إمكانية قليلة لتطبيق تقنية عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي، في تنويه إلى وجود شكوك بأن الصاروخ ارتقى إلى نوع عابر قارات، مضيفا أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث فيما يتعلق بتأكد كوريا الديمقراطية من جميع الخصائص التقنية لأنظمة الصاروخ. من جانبه أشار الأمين العام للحكومة اليابانية إلى أن كوريا الديمقراطية أحرزت بعض التقدم التقني نتيجة التجارب السابقة، مضيفا وجود احتمال بأنه تم إطلاق صاروخ من نوع جديد في وقت تلقت فيه قوة بحرية ضاربة تتقدمها حاملة الطائرات النووية رونالد ريغان وطراد صاروخي ومدمرتان حاملتان للصواريخ أوامر بالخروج إلى البحر من قاعدة بحرية قرب طوكيو في رحلة بحرية طويلة. وبحسب وكالة أنباء كيودو فإن تحريك المجموعة البحرية الأمريكية الضاربة قد يكون مرتبطا بزيادة التوتر حول كوريا الديمقراطية عقب إجراء بيونغ يانغ تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي في منطقة بحر اليابان. و60 عاما على نكبة الفلسطينيين الأولى ونكبتهم الثانية كانت باستهداف سوريا
حاضنة قضيتهم المركزية. هاشتاغ هذه الليلة. قبل الختام تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد يستقبل وفدا من القيادات القطرية العربية المشاركة في المؤتمر القومي 14 لحزب البعث العربي الاشتراكي. انتهاء المرحلة الثانية من تسوية القابون وسلاح الهندسة يدخل المنطقة لتنشيطها من الألغام والمتفجرات. 69 عاما على النكبة، الفلسطينيون متمسكون بالعودة والسوريون يعرفون بوصلتهم. النشر الرئيسي انتهت، حياكم الله.